أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شهدت بطولة إسطنبول الدولية لسباقات سيارات الدريفت مشاركة متميزة من البطل الكويتي فهد الجدعي، وذلك وسط منافسة من عدد من المتسابقين مثلوا 19 دولة، وذلك على حلبة ساحة مالت بيه في مدينة إسطنبول التركية. اتجهت الأنظار الرياضية إلى ساحة ملتبة في إسطنبول مع بدء الاستعدادات لنهائيات ريد بول كارد بارك دريفت التي ستنتهي بالإعلان عن ملك الدريفت لعام 2019. 19 دولة تتقدمهم دولة الكويت ببطلها في الدريفت فهد الجدعي شاركوا بنهائيات هذه البطولة الرائجة عالميا وتستقطب الكثير من عشاق رياضة المحركات من ناحية العروض المشوقة والحماسية. يعني مشاركين في يعني هذا الايفنت والدريفت باذن الله تعالى في تركيا بمتسابقنا بطل الكويت فهد، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق باذن الله تعالى، وان شاء الله نحقق ان شاء الله مركز متقدم في هذا، لان نطمح باذن الله تعالى انه يكون يعني لنا مركز ودوله الكويت لها مركز ان شاء الله. السائقون قادوا مسارا خاصا يتخلله العديد من المنعطفات مستخدمين كل مهاراتهم بفنون الدريفت لتقديم الافضل ونيل استحسان الحكام، فيما اثبت الجدعي خلال العروض احترافا كبيرا ليعطي صوره مشرفه لدوله الكويت في المحافل الدوليه. طبعا الواحد لما يوصل مرحله يقول لنا خلاص بيرفكت، ما استفاد شيء، لازم انه يكمل، لان الناس قاعد تصعد لازم يصعد معاها اذا ما يسبقها بعد. فان شاء الله يعني تحضيراتنا ان شاء الله للبطوله هذه يعني كامل التحضيرات احنا متحضرين لها. وكانت تصفيات الدريفت لعام 2019 قد انطلقت من دولة الكويت في الأول من فبراير الماضي، زارت بعدها عدة دول قبل أن تحط رحالها في تركيا لتتويج الملك النهائي لهذه الرياضة الساحرة. مع وجود النخبة وملوك الدرافت يتوقع الجميع هنا أن تكون المنافسة على أشدها، لا سيما بعد أن أظهر الجدعي أداء تجريبيا فوق العادة يضعه في مرتبة الأفضل بانتظار الفوز باللقب الذي سيكون له طعما مختلفا بالتأكيد. إيمان دمرهان، لتلفزيون دولة الكويت، إسطنبول.